سيكون معكم إن شاء الله في مقرر تنمية المهارات القيادية. طبعا هذه المادة من المتطلبات الجامعة التي استحدثها يعني جامعة العلوم التكنولوجية، وهي من المواد المهمة، وإن شاء الله نكون معكم كل أربعاء في هذه المادة. طيب إن شاء الله سيكون نكون في هذا، سيكون الطالب إن شاء الله سيكون الهدف من هذا، وسيخرج الطالب إن شاء الله من هذا المقرر، وهو يتوقع معرفة، أولا معرفة مفاهيم القيادة والإدارة. إن شاء الله سنأخذ معكم مفاهيم القيادة، مفاهيم الإدارة، ما أيضا حول القائد والمدير. سيتعلم الطالب إن شاء الله سبحانه وتعالى، سيستطيع التمييز بين القيادة والإدارة، كذلك بين القائد والمدير، التعرف على مراحل تنمية مهارات القائد ومتطلبات كل مرحلة، توظيف مهارات القيادة مع ذاتك وعند قيادتك للآخرين، تحليل الشخصية القيادية وأنماطها ومهاراتها، وكذلك يستطيع يعد خطة عملية لتنمية ذاته وإدارة حياته، استخدام الأساليب العلمية لحل المشكلات وتشكيل فرق العمل، كذلك العمل في مجموعات مستفيدة بما اكتسبه من معارف. سنكون في المواضيع التالية إن شاء الله، هذه يعني شبه خارطة لهذا اللقاء. سنأخذ معا سويا إن شاء الله مفهوم تنمية المهارات القيادية، ثم مفهوم الإدارة وأهم عناصرها، ثم يعني مفهوم القيادة وأهم عناصرها، مفهوم الإدارة وأهم عناصرها، كذلك سنأخذ أساليب القيادة وأنماطها، سنأخذ أخلاق القائد، وسنأخذ أيضا الفرق بين القيادة والإدارة. نبدأ بمفهوم تنمية المهارات القيادية. ماذا نقصد بتنمية المهارات القيادية؟ كيف نعمل على تنمية المهارات القيادية؟ تنمية المهارات القيادية هي عبارة عن خطط وبرامج تهدف إلى الارتقاء بقدرات الإنسان ومهارته لأجل إحداث التغيير المنشود في ذاته ومجتمعه، والانتقال به من حال غير مرغوب فيه إلى حال أفضل. طبعاً موضوع القيادة موضوع قديم، والناس تمارسه منذ الأزل، دائماً ونحن نمارس القيادة، لكن هذه الممارسة تكون بطريقة غير علمية. الناس كلهم مثلاً كان من قبل يمارسوا القيادة في الجانب العسكري، في الجانب الإداري، في جوانب حياتهم الحياتية، كامل جوانب الحياة، لكن كانت بغير الطرق العلمية، يعني كانوا يدرسوا يعني بالسليقة، هكذا مثل ما نقول، كانوا يمارسوها بطريقتهم العشوائية. لكن اليوم أصبح القيادة أصبحت علم، الإدارة أصبحت علم بحد ذاتها، أصبح لها كليات، أصبح لها جامعات، أصبح لها كتب، أصبح لها نظريات علمية. طبعاً هذه النظريات كلها جاءت من فين؟ من خلال ممارسة الإنسان لموضوع القيادة في جميع الجوانب العسكرية والإدارية طبعاً كان دائماً لفظ القائد لفظ القيادة كان دائماً تستخدم في الجانب العسكري. أما اليوم القائد في الجانب العسكري، القائد في الجانب الإداري، القائد في الجانب الاجتماعي، القائد في الجانب التعليمي، اليوم أصبح موضوع القيادة أشمل مما كان عليه سابقاً، حيث كان يعتمد على الجانب العسكري. مفهوم الإدارة، الإدارة كعلم وذي أصول وأسس ونظريات لم تعرف إلا في القرن العشرين، ومع هذا لا يعني أنها وليدة هذا القرن، يعني من زمان، من قبل القرن العشرين، ومن قبل، منذ الأزل والناس تمارس الإدارة، يعني ما نمارسه اليوم في حياتنا كان يمارس بشكل يومي منذ الأزل، لكن هذه الممارسة ما كانت ترقى أو ما كانت تستند على الأسس العلمية، على الأسس الأكاديمية، على الأسس يعني النظرية، يعني كان الشخص يمارس هذه الإدارة بطريقته الشخصية. أما اليوم فأصبح لها يعني أصبحت أشمل مما كانت عليه، اليوم أصبحت علم يدرس في الجامعات، يدرس في المدارس، أصبح لها دورات، أصبح هناك كتب، هناك مكتبات، المكتبة اليوم يعني تدخل أي مكتبة يعني جناح الإدارة وجناح القيادة يكاد يطغى على هذه المكاتب.
بمعنى أن المدير هو الذي يمارس مهنة الإدارة ووظائفها. هذه الوظائف هي التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، وذلك لتحقيق الهدف. طبعاً هذه الوظائف اليوم يعني أصبحت علم بحد ذاتها. أصبحت اليوم علم بحد ذاتها، لكن كنا من قبل ما كان الناس يمارسوها من قبل بالفطرة، يعني هكذا بالفطرة. فالإدارة هي يعني تعريف الإدارة، نخلص إلى أن الإدارة هي الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية، الأفكار، الوقت باستعمال وظائف التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والمتابعة لتحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة. هل الأمور معي، أنتم معي ولا لا؟ إذا نعم، في أي نعم. شيء، إذا في أي شيء تقول. كما تعرف الإدارة بأنها مهنة وعلم وفن. كيف مهنة؟ مهنة أن نحن اليوم، أنا هنا، أنا في هذا، أنا في مكتبي اليوم، أنا أمارس الإدارة في مكتبي، وأنت ربما الذي في المتجر يمارس الإدارة. فالإدارة هي مهنة تختلف عن القيادة، سنعرفها. علم كما قلنا أن اليوم أنا الآن أمامكم، ماذا أعطيكم؟ أنا اليوم أعطي محاضرة في تعريف الإدارة، معناته أن إيش؟ معنى أن الإدارة أصبحت اليوم علم مستقل بحد ذاته. وفن، عندما نقول فن معنى ذلك أنها مهارة، من يجيد الإدارة معنى ذلك أنه عنده مهارات وجوانب فنية يستطيع يدير هذه المؤسسة أو المنظمة أو الجامعة أو المتجر الذي يديره. فبالتالي فن، لأنها مرتكزة على مهارات متعددة، مهارات فنية يستطيع يعني يجيدها ولا يجيدها ولا ينجح إلا من كان عنده إيش؟ هذه المهارات، القدرة الفنية، خاصة اليوم في وقتنا الحاضر. اليوم الإدارة، اليوم أنا أستطيع، تخيلوا اليوم أنه أنا ألقي محاضرة أو أدير جامعة من اليوم من هذا المكان، ندير اليوم يعني كلية التعليم عن بعد، ونحن هنا في عدن ونديها على مستوى العالم. أصبح اليوم فن، الذي لا يجيد هذا الفن اليوم سيجد نفسه متعثر في موضوع الإدارة، وبالتالي تعرف بأنها مهنة، تعرف بأنها علم، وتعرف بأنها فن كذلك، لأنها مرتكزة على الفنون. الذي لا يستطيع استخدام الكمبيوتر، الذي لا يستطيع استخدام البربوات، الذي لا يستطيع استخدام الانترنت، الذي لا يستخدم يعني مختلف يعني مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، سيجد نفسه يعني في 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 مثلا بيقولوا في العصور القديمة وفي العصور الوسطى. وبالتالي الإدارة مهنة وعلم وفن، ركزوا معنا على هذه النقاط. طبعا الإدارة كنا نريد يعني الإدارة ترتكز على عدة عناصر. هذه العناصر لا يمكن أن تكون إدارة إذا لم تكن هذه العناصر الأربعة موجودة. أول عنصر من عناصر الإدارة هي السلطة الإدارية. أنا هنا في هذا المكان لابد أن يكون إيش؟ أن يكون معي أنا سلطة إدارية في هذا المكان، يكون معي سلطة يعني منظمة يعني أعمل فيها، فيها يعني جميع مقومات الإدارة. وبالتالي لا يمكن أن يكون مدير بدون سلطة إدارية. هل يمكن واحد يكون مدير بالشارع؟ لا، لابد أن يكون لموضوع عناصر الإدارة أن يكون معه سلطة إدارية يشتغل فيها، يعني عميد كلية، مدير إدارة، مدير متجر، مدير مؤسسة، مدير منظمة، مدير مدرسة، مدير شركة. هذه لابد ما يكون ما تتوافر هذه السلطة أو هذا العنصر المهم، العناصر، أول عنصر من عناصر السلطة الإدارية. ثم بعد ذلك العنصر الثاني وهو عنصر الموارد، ويقصد به كل ما تمتلكه المنظمة من إمكانيات. وأهم هذه الموارد اليوم أصبح الموارد البشري يسبق الموارد المالي. اليوم هناك دول لم يكن معها موارد مالية كثيرة، لكنها استطاعت من خلال مواردها البشرية أن تنافس دول لها موارد مالية كبيرة. نضرب مثلا في الأردن ليس لهم
يعني موارد مالية كثيرة، لكن ركزوا على جانب المورد البشري وأصبحت يعني دولة ناجحة رغم صغر حجمها، رغم عدم وجود موارد مالية، لكن عندهم موارد بشرية. فاليوم اللي أصبح من أهم مكتسبات المنظمات والمؤسسات هو المورد البشري، أصبح رأس مال بحد ذاته. اليوم أصبح الاهتمام بالموارد البشرية أصبح اهتمام غير عادي. وبالتالي أي مؤسسة أو أي منظمة قد يكون حجمها المالي كبير، قد يكون مواردها المالية كبيرة، لكن في الحقيقة إذا لم تجد الأيدي أو المورد البشري الذي يقوم باستغلال هذه الموارد الاستغلال الأمثل، ستكون هذه المؤسسة أكيد بتفشل. ثم أيضا الموارد المالية وكذلك المعلومات. اليوم يعني إضافة إلى جانب المال وإضافة إلى جانب رأس المال البشري، اليوم هناك مورد مهم مهم جدا وهو موضوع المعلومات. الذي لا يمتلك معلومات لا يمتلك قرار. اليوم ما هو حاصل في العالم من حولنا أصبح أشبه بحرب معلومات، أصبح بحرب معلومات. الذي لا يمتلك المعلومات لا يستطيع أن يمتلك قرار. المعلومات اليوم هذه أهم مورد من موارد أي شركة، أي منظمة، أي حكومة، أي دولة، لابد أن يكون معها. إذا وجدت المعلومات وجدت إيش؟ وجد معها يعني وجدت بجانبها قرارات قوية. العنصر الرابع وهو الأهداف. ما هو الهدف من وجود هذه المنظمة؟ ما الهدف من وجود هذه الجامعة؟ ما الهدف من وجود هذه المؤسسة، هذه الشركة؟ لابد وأن يكون هناك أهداف يعني تريد المؤسسة الوصول إليها أو تحقيقها وإنجازها بالشكل المطلوب. ثم أيضا الوظائف في الإدارة، أهم عنصر من عناصر الإدارة هو موضوع إيش الوظائف. الإدارة قائمة على أربع وظائف، وهي وظيفة التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة والمتابعة. هذه من أهم وظائف الإدارة، من أهم وظائف الإدارة. وبالتالي هذه العناصر، نذكر بالعناصر: أول حاجة السلطة الإدارية، العنصر الثاني الموارد، العنصر الثالث وهو الأهداف، ثم الوظائف. وظيفة التخطيط نأخذها بالتفصيل. وظيفة التخطيط، ما هي وظيفة التخطيط؟ تهتم بتوقع المستقبل وتحديد أفضل السبل لإنجاز الأهداف التنظيمية. الإدارة يا إخوة، الإدارة ليست مجرد أن واحد يبقى على الكرسي ومعه بجانبه أوراق وبجانبه كذا يعني مال وجنبه يعني بشر يوجههم روحوا ارجعوا، وهو لم يكن عنده إيش؟ لم يكن عنده رؤية، لم يكن عنده نظرة للمستقبل. اليوم لا يوجد شركة أو مؤسسة أو منظمة تحترم نفسها ليس لها رؤية ولا رسالة. وهذه الرؤية والرسالة هي رؤيتك أنت كمنظمة، رؤيتك للمستقبل، ماذا، أين ستكون، أين أنت اليوم، أين ستكون غدا. وبالتالي التخطيط هي وظيفة من أهم وظائف الإدارة. وبدون وظيفة التخطيط أنت ستكون يعني حاطب ليل، مثل ما يقولوا حاطب ليل. ولكن التخطيط هو الذي يجعلك تمشي كأنك في سلم. يعني وبالتالي التخطيط هو الذي يضعك في بداية السلم الصحيح الذي تتجه به نحو المستقبل. بدون هذه الوظيفة أنت ستكون عشوائي، ستكون عشوائي يعني بدون أي هدف. بلقوا المايكات لو سمحتم. ثاني وظيفة من وظائف الإدارة وظيفة التنظيم. أنا إذا عملت تخطيط وإذا عملت خطة استراتيجية، إذا حددت الرؤية، حددت الرسالة، حددت الأهداف، حددت الخطة التشغيلية، الخطة التنفيذية، يعني حددت الأفراد، أنا هنا لابد أن أقوم بإيش؟ أن أقوم بتنظيم هذه الخطة. من الذي ينفذ هذه الخطة؟
من الذي ينفذ الخطة ألف؟ من الذي ينفذ الخطة باء؟ من الذي ينفذ المهمة الأولى؟ من الذي ينفذ المهمة الثانية؟ لابد من تنظيم وتوزيع الأفراد بشكل متساوي من أجل إنجاح هذه الخطة التي أنا اعتمدتها. بعد خطة التنظيم وبعد خطة التنظيم تعتبر وظيفة التوجيه، لابد من رأس، وهذه هي وظيفة المدير، وظيفة المسؤول، وهو أن يقوم بتوجيه أفراده حسب ما تقتضيه الخطة التي عملها. وبالتالي لابد من توجيه مباشر، توجيه مناسب لتصحيح مسار المؤسسة. أين تذهب هذه المؤسسة في حال ما أنه يشوف أن ترى كمدير أن هناك خروج عن الخطة المرسومة؟ لابد أن تقوم بتوجيه لابد أن تقوم بتوجيه وتصحيح مسارها، مثل ما يقولوا تصحيح المسار. الوظيفة الرابعة وهي وظيفة الرقابة والمتابعة، والهدف من الرقابة طبعاً، ركز معي، أنا أريد أن تركزوا معي على هذه التعريفات، لأن هذه التعريفات عندما تأتي لك بامتحانات، وخاصة الامتحانات بالطريقة هكذه بهذه الطريقة، أنها تركز على موضوع التعريفات بشكل أفضل، والألفاظ ركزوا معي على هذه الألفاظ. الهدف من الرقابة هو رصد الأخطاء والقيام بتصحيحها والعمل على تجنبها مستقبلا، وهذا هو امتداد لموضوع إيش؟ امتداد لموضوع التوجيه. في حال ما أن خرجت المؤسسة عن الهدف المنشود لها، المدير الناجح هو الذي يقوم بتصويب هذا المسار وتصحيحه وإعادته إلى المسار الصحيح. خصائص الإدارة، طبعا هناك عدة خصائص لموضوع الإدارة. أول حاجة أن الإدارة تختلف عن موضوع القيادة، بأن الإدارة عملية رسمية، فهي تتم في إطار قانوني محدد ومعروف، وهو التنظيم الرسمي، هذا هو الفرق بين الإدارة والقيادة. كما سنرى أن المدير عندما يكلف بإدارة مؤسسة ما، فهو يكون مكلف رسميا. لا يمكن أن يأتي شخص إلى هذا المكان ويجلس على هذه الكرسي ويقوم إيش؟ ويقوم بعملية الإدارة. لا، الإدارة تختلف عن القيادة. الإدارة عملية رسمية، لا تستطيع أن تأتي إلى هذا المكان وتباشر مهامك فيه، ولا يحق لك أن توقع على مستندات ولا على وثائق ولا على خطابات ولا على مراسلات. نحن في مؤسسة تعليمية، لا يحق لنا أن نوقع على شهادة ولا نوقع على بيان درجات ولا نوقع على تأكيد على طالب، ولا نوقع إلا إذا كان هذا المدير أو المسؤول مكلف رسميا من الجهة العليا التي هي أعلى منه. وبالتالي فأهم خصائص، أهم خصيصة من خصائص كذا، أنها عملية رسمية، تستند على عمل رسمي، تستند على تكليف رسمي. لا يستطيع الشخص أن يقوم بأي أعمال إدارية ولا يوجه الأفراد، حتى الأفراد أنفسهم لا يمكن يستمعوا لشخص يأتي من الشارع وجلس على الكرسي وقال اعملوا طلعوا انزلوا اكتب صلح، هذا الكلام غير موجود وغير مسموح به. لا يمكن أن يلتفت لك إلى الموظفين. وبالتالي هي عملية رسمية قائمة على جوانب أو تكليفات رسمية من الإدارات التي تتبع هذه المنظمة، كأن تكون حكومية، حتى لو هي خاصة، هناك مجلس إدارة وهناك مسؤولين، هم الذين يكلفون إيش يكلفك رسميا، وبالتالي تكون جميع معاملاتك رسمية، تكون جميع خطاباتك رسمية، تكون توجيهاتك مقبولة، يتم تعاون الموظفين معك تمشي بسلاسة، لأن إيش كل من هم داخل هذه المؤسسة ومنهم خارجها يعرف أن هذا المدير مكلف رسميا وأنه هو المدير الرسمي. وبالتالي أي أشياء تخرج منه فيعتبر هو المسؤول عنها بطريقة رسمية، بطريقة رسمية، وهو المسؤول والمباشر عن هذا. هذه الخصيصة الأولى.
الخصيصة الثانية أنها عملية تسلسلية، كونها تندرج تحت مستويات إدارية عليا وسطى، وكذلك إيش دنيا، أو يسموها بعضهم يسموها إيش، يسموها الوظائف الإشرافية، وهي التي تكون بالمستوى الثالث، وبالتالي تسمى عملية تسلسلية، حيث يوجد معك مدير، مثلا مدير عام، معك مدير إدارة، معك مدير قسم، معك مختص، وبهذا تعتبر إيش الإدارة يعني تسلسلية. أيضا دكتور، من ضمن خصائصها أنها يا دكتور، يا دكتور لو سمحت، الوظائف الإدارية اللي هي التخطيط والتنظيم مو موجودة شرحها في الملزمة. أنا قاعدة أتابع بس ما شفتها موجودة في الملزمة. موجودة في البربوينت وموجودة معكم في، مش موجودة بالكتاب تقصدي ولا كيف؟ أيوة مش موجودة في الكتاب حق تنمية المهارات. تنمية المهارات، أي معلومات؟ نحن هنا نشرح، أنا لا الدكتور هنا لا يشرح كل ما هو موجود في الكتاب، وأيضا ليس ملزم بأنه أنا أجيب يعني كل الألفاظ، أنا أجيب لكم الأشياء، لكن في الأخير، في الأول والأخير هذه الأشياء أنتم تعودوا بها إلى المختصين. الكتاب هو الملزم للجميع، يعني الكتاب هو الملزم للجميع، لكن أنا هنا من حقي أشرح للطالب ما هي وظائف الإدارة، يعني لأنه الطالب لما يقول لك الوظائف الإدارية، ما هي الوظائف الإدارية؟ ضروري أنا من حقي أنا أوضحها لك للطالب، ومو أن كونها موجودة في الكتاب أو غير موجودة في الكتاب، هذه معلومة إضافية سجليها أنت بجانب الذي أنت تستفيدي منها، إيش المشكلة يعني؟ هي موجودة بس يعني في مادة أخرى. اي واضح. لا انا كدكتور انا امشي معك بهذا، لا تستمري سجلي المعلومات، انا اعطي المعلومه في مكانها، انا اعطي المعلومه في مكانها، وهذه من الوظائف الإدارية. تفضلي. اوكي يعطيك العافيه. قلنا اذا نعيد، هذه الخصائص قلنا انها عمليه رسميه، اثنين عمليه تسلسليه، ثلاثه عمليه متوازنه وهي بتوزيع الجهد الاداري، يعني في الإدارات لا يمكن أن أحياناً بعض المسؤولين أو بعض الإداريين يحصل معهم موظف مطيع، موظف ما شاء الله يعني لا يقول لا، وبالتالي هذا المدير يسهل عليه إدارة هذا الشخص السهل الطيع أو الطيع مثل ما يقال، فبالتالي تسهل عليه أنه يحمله يعني الأثقال الكبيرة، وبالتالي الإدارة الناجحة أو المدير الناجح هو الذي يعمل على توزيع الجهد في موضوع الإدارة على معظم الموظفين، معظم مسؤولي الإدارات، معظم مسؤولي الأقسام، بحيث أنه يكون هناك توازن ولا يكون هناك عبء يعني ثقيل على موظف معين وبقية الموظفين يبقوا في إيش؟ يبقوا في بطالة. وهذه من الـ من الـ من الـ من الأشياء التي تحدث في كثير من المؤسسات الفاشلة. ثم أن من الخصائص عملية الإدارة أنها عملية هادفة، عملية هادفة بمعنى أنها مسؤولة عن تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية بأقل جهد ووقت وتكلفة، وبالتالي لا يمكن أن تكون إدارة بالمعنى الحقيقي ما لم يكن لها هدف تريد أن تحققه أو تصل إليه، وبالتالي يعني لابد من أن تكون هذه العملية إيش؟ عملية هادفة. ننتقل إلى موضوع مفهوم القيادة. هل يا دكتور القيادة يعني مكتسبة أم فطرية في الإنسان من حين يولد؟ سيأتي السؤال في حينه، انتظر قليل، ستأتي بعد شوية بيأتي لك هذا السؤال وسنناقشه إن شاء الله. مفهوم القيادة أول حاجة لغة القود في اللغة، وهي نقيض الصوت، القود يكون دائما يكون في المقدمة، وبالتالي دائما يكون القائد في مقدمة الركب، يقال يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها، فبالتالي القود هو عكس السوق، وعليه فمكان القائد دائما في المقدمة كالدليل والقدوة والمرشد، وبالتالي يقال قائد السيارة ويقال القبطان ويقال كلهم في مقدمة، في المقدمة القائد دائما في كل مقدمة، وبالتالي دائما الذي يكون في المقدمة يكون هو الإيش؟ يكون هو الأقدر،
أما الذي يكون في المؤخرة معناته إيش؟ معه عصا يسوق الناس سوق بالعصا، وبالتالي هذه ليست مهارة. المهارة بس هو يا دكتور، فالقيادة العسكرية القائد يكون في الخلف عشان يخطط ويرى ما يحدث في الأمام، يعني يكون في الخلف القائد يعني. لكن صحيح صحيح، هذا كلام صحيح في القيادة العسكرية، لكن برضو يعني لا، عندما نقول في المقدمة لا يعني أن نقول في المقدمة أنك تكون في الصف الأول أو كذا، يقتضي أنه كان يقتضي ذلك أن تكون من الشجاعة. ومعظم القادة يعني الذي كانوا ناجحين هم الذي كانوا يقدموا قومهم يعني. لكن عندما تترتب القيادة مثلا في جانب العسكري، في غير الجانب، في جانب العسكري، أنه القيادة أحيانا اليوم تختلف، أنه ربما يكون ما يكون في المقدمة ما يكون كذا، لكن في الأخير لا يمكن أن يكون قائد ما لم يكن ظاهر، ما لم يكون أمام الناس، ما لم يكن يعني معروف لديهم يعني لدى الجميع. لا يمكن أن يكون مخفي، حتى لو في الخلف لا يمكن أن يكون مخفي. فهذا سنأخذه فيما بعد، لا تستعجل عليه شوية. اصطلاحا قلنا أن اصطلاحا مجموعة سلوكية، تركزوا على هذا التعريف لو سمحتم، بالعكس من شان تفرق بين المدير والقائد من هذا التعريف، هي مجموعة سلوكيات ومهارات تمكن القائد، شوف ركز على هذه الكلمتين وأنا عملتها بين قوسين، تمكن القائد من التأثير بالإقناع. نحن قلنا في الإدارة من قبل إيش؟ أن الذي يجلس في هذا المكان في هذا الكرسي هو مكلف بإيش؟ مكلف بطريقة رسمية بغض النظر عن الكفاءة وما كفاءة، لأنه يدخل فيها دائما التعيين، تدخل فيها بجانب المحسوبية وبجانب القرابة وبجانب معرفة الشخص. أما القائد فهو الذي يستطيع أن يؤثر بالناس عن طريق الإقناع ويحرك أنشطتهم ليعملوا بشكل متماسك لتحقيق هدف مشترك. شوف الفرق بين القائد هنا، القائد لا يكون قائد إلا إذا كان عنده قدرة على الإقناع، قدرة على مهارة الاتصال، قدرة على أني أنا أأخذ يعني زمام المبادرة وأأخذ مجموعة من الناس وأحقق بهم الأهداف بدون أي تأثير رسمي، لا سلطة رسمية، لا خصم من الراتب، لا حضور، لا غياب، لا مكافآت، إنما بالتأثير والإقناع. عناصر القيادة، عندما نقول أن إحنا قلنا في عناصر من قبل أن هناك عناصر للإدارة، عناصر القيادة تتمثل في الآتي: لا يمكن أن تكون قيادة، لا يمكن أن يكون القائد لوحده، لا يمكن أن يكون القائد بدون هدف، لا يمكن أن يكون القائد يعني مخالف لأفراده، إنما هناك عناصر لا يمكن أن تكتمل القيادة إلا باكتمال هذه العناصر. أول حاجة، أول عنصر من هذه من هذا العناصر، وهو وجود مجموعة من الأفراد. أنا عندما أكون قائد، هل يمكن أن أكون قائد لوحدي؟ لا يمكن، لابد من وجود مجموعة من الأفراد. اثنين، الاتفاق على أهداف للمجموعة هذه الأفراد تسعى للوصول إليها، لابد أن يكون هناك أهداف. ثلاثة، أن يكون هناك وجود قائد من المجموعة، لكن هذا القائد يتميز بالتأثير، يتميز بالفكر، يتميز بالقرار الصائب، يتميز بالتأثير الإيجابي، هذا القائد يتميز بقدرته على الإقناع، بقدرته على تحريك الأفراد نحو تحقيق الهدف المتفق عليه. ثم العنصر الرابع وهو عنصر مهم، أن يكون هناك تفاعل بين القادة والمرؤوسين، وهنا تكمن قدرة القائد، القدرة لدى القائد في توجيه هذا التفاعل. لابد ما يكون هناك تفاعل ما بين القائد وما بين المرؤوسين. إذا لم يوجد هذا التفاعل ماذا سيكون؟ إذا لم يوجد تفاعل سيكون هناك تواكل، سيكون هناك تواكل وليس تفاعل، بحيث أنه أنا معي هدف أريد أحققه، لكن هذا الهدف قد يحققه فلان وفلان وفلان أو القائد الفلاني يحققه نفسه. بالتالي هنا الموضوع يعني لن ينجح، لن تصل إلى هدفك، لن تكون هناك قيادة بالمعنى الصحيح. طيب ما هي أهمية القيادة؟
هل اتفاق يا دكتور هذه ما هيش موجودة في الكتاب؟ ها؟ أنا قلت لكم في البداية، الاتفاق من عناصر القيادة بس مش موجودة بالكتاب. ايش هي؟ التفاعل؟ لا. التفاعل يعني في الكتاب موجود القائد والمرؤوسين والأهداف والتفاعل، الاتفاق هذه ما هيش موجود. وين الاتفاق؟ احنا اتفقنا واحد واحد، وجود مجموعة من الأفراد، الهدف الأهداف هو الأهداف، الاتفاق على الأهداف المجموعة هو الهدف اللي تقصده. ثلاثة وجود قائد يعني للمجموعة، أربعة التفاعل. الاتفاق على الأهداف يعني المقصود من الاتفاق يعني هو الأهداف. الأهداف أنهم اتفقوا على أهداف محددة. واضح؟ الله يسلم يا دكتور، واضح واضح. أهمية القيادة، طبعا احنا قلنا أن القيادة ظاهرة اجتماعية عرفها الإنسان منذ بدء الخليقة. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أنه في حديث يقول قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ليش الثلاثة يؤمروا أحدهم؟ لأنه الثالث بيكون يعني في موضع توازن، إذا اختلفوا هؤلاء، إذا اختلفوا الاثنين، إذا هم اثنين سيختلفوا، ولكن وجود الثالث سيرجح إيش؟ سيرجح بين بين الاثنين. وبالتالي هذه مهمة من أهمية القيادة. تكمن أهمية القيادة في الآتي، طبعا هذه العناصر قد أنا تسجلها، وبالتالي الكتاب هو الذي بيننا وبينكم إن شاء الله. تكمن أهمية القيادة في الآتي، أنها حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية. اثنين، تدعم القوى الإيجابية في المؤسسة وتقلص الجوانب السلبية قدر الإمكان. ثلاثة، السيطرة على مشكلات العمل وحلها. الرابع، التدريب على قيادة الآخرين. خمسة، رفع قيمة الفرد في المجتمع. طيب، قبل شوية أحد الزملاء أو أحد الأعضاء سأل سؤال، هل القيادة موروثة أم مكتسبة؟ القادة يولدون أم يصنعون؟ مكتسبة. القيادة مكتسبة؟ لا يا دكتور. طيب من غيره؟ ما أخذ من الثنتين يا دكتور. لو كان يسمعون ولا يولدون. من الذي قال ما أخذ من القيادة نعم مكتسبة؟ أنا خالد مانا يا دكتور، ما أخذ من الاثنين. موروثة أو مكتسبة؟ نعم مكتسبة. نعم بس القيادة الذي هي من الفطرة تكون أكثر تأثيرا من القيادة المكتسبة، يعني على ما هو شائع في كل المجالات. أنه إيش الموروث في المكتسبة؟ طيب طيب أنا بقول لكم، طبعا هناك عدة آراء، البعض يقول أن القيادة موروثة والبعض يقول أن القيادة مكتسبة. طبعا لو قلنا أنها موروثة معناته أن القيادة ستكون حكرا على سلالة معينة وعلى جينات معينة. إذا كانت مكتسبة لن يكون هناك قادة إلا من جينات معينة، من أصلاب معينة، من سلالة معينة، وهذا ما يخالف الواقع. الواقع يقول أن هناك قيادات جاءت من مواقع، جاءت من مواقع، مثلا نقول مواقع، ما نقولش من كذا، نقول من مواقع ما كانت لها في القيادة. وبالتالي نعرف مثلا دولة المماليك هؤلاء كانوا مماليك في قيادة سابقة، وبالتالي أخذوا وأصبحوا قادة وقادوا أمة. الشيء الثاني الذي يقول أنها مكتسبة بحتة، طبعا هذا أن القيادة موروثة بحتة كلام يعني يتلاقم مع الواقع. أيضا أنها مكتسبة، أحياناً بعض الناس يعني وأيضاً لما نقول موروثة، أي أحياناً تكون هناك أسرة لها تاريخ في القيادة، لكن في الأخير تصل إلى مرحلة معينة يطلع هؤلاء الأولاد وهؤلاء الورثة لا يجيدون حتى إدارة أنفسهم يعني، وبالتالي تخالف الواقع. موضوع مكتسبة برضو أيضاً، بعض الناس والله لا تدرسه بأفضل الجامعات وبأهم الكذا، ودوا يقرأ أهل الكتب
احيانا يكون الفكر حقه عقله تركيبته مش قادر انه ايش مش قادر يتجاوب مش قادر يمشي معك. لكن الحقيقه هي الذي قالها بعض الاخوه قبل شويه او احد الاخوه ان القياده هي مزيج بين الاثنين، ان القائد يكون عنده مؤهلات ويكون عنده استعداد فطري مكتسب، استعداد لان يكون قائد، ثم ياتي الى مجتمع، هذا المجتمع يعني يصبح معه متجاوب بحيث انه يعني هذه القدرات وهذه المؤهلات وهذه المواهب يحاول ايش يطبقها على ارض الواقع، وبالتالي يكتسب كل يوم يكتسب ايش خبره. فبالتالي معظم القادة الذي ينجحوا هو الذي يكون عنده اول حاجه عنده مواهب وعنده استعداد فطريه، ثم بعد ذلك يحصل بيئه، يحصل مجتمع، يحصل اسره تدعمه، يحصل مؤسسات تدعمه، يحصل يعني من يشجعه على القياده، وبالتالي يصبح قائد ناجح لانه فعلا كان يعني عندنا نضرب امثله عندما يسجد رجاء لو سمحت الاخوه الذي عنده الصوت لو سمحت نضرب امثله. معظم القادة الناجحين الذين نراهم الآن على مستوى العالم كذا بدأوا نجاحاتهم وبدأوا قيادتهم من الجامعة. الطالب الذي يكون نشيط في الجامعة يأتي من بيته من أسرته يأتي إلى الجامعة، وبالتالي يحصل زملاء، يحصل قيادة الجامعة تدعمه، يبدأ يبرز مواهبه، يقود الآخرين، يتواصل مع الزملاء، يقدم لهم خدمات، يتفاعل مع المدرسين، يتفاعل مع إدارة الجامعة، مع إدارة المدرسة، يتفاعل مع إدارة المؤسسة، وبالتالي هذا الطالب يبدأ يعني يسقل هذه المواهب، يبدأ يكتسب معلومات جديدة، يبدأ يكتسب من الميدان أشياء تؤهله لأن يقود المجتمع، يخرج من الجامعة. معظم الذي اليوم لو نجي يعني كلنا هكذا لو نجي نقول فلان وفلان وفلان أين كان هؤلاء؟ سنجد أنه إذا رجعنا إلى تاريخهم أنهم بدأوا يبرزوا من الجامعة وهو طالب خريج ثانوية، يبدأ في اتحاد الطلاب، يحصل بالجامعة بيئة من الزملاء يشجعوا أنه ورفعوا أنه، وبالتالي من هنا صناعة القادة. اليوم أنتم في هذه المرحلة، أنتم اليوم يعني من خلال الذي في الجامعة الذي يستطيع تواصل اليوم، من هنا يبدأ صقل مواهب القيادة في المستقبل. أنتم قادة المستقبل غصبا عننا وعنكم بالأخير، ولكن هذه القيادة إذا أردت أن تكون قيادة في المستقبل لابد أن تبدأ من لابد أن تبدأ من اليوم بصقل هذه المواهب. وبالتالي نخلص إلى أن القيادة مزيج بين المواهب الموروثة وما بين الإيش المواهب أو الأشياء التي اكتسبها من خلال تعاملهم مع الواقع. الأخ الذي يرفع يده تفضل مساحة لك. أعتقد يا دكتور أن القيادة مهما كانت لها حالة نادرة في حالة أنهم يولدون يعني، وهذا والحكم النادر لا حكم له يعني، وفي الأصل أن القائد مهما كان هو يصنع وليس يولد يعني. صحيح، لكن ولذلك إحنا قلنا إيش؟ إحنا قلنا أن الموضوع مزيج بين الثنتين، أن القائد يكون عنده أشياء يعني غريزية عنده بالفطرة، قد عنده مواهب موجودة، فقط خرج إلى هذا المجتمع، دخل هذه الجامعة، دخل المدرسة هذه، حصل حاضنة اجتماعية عملت على يعني إظهار وإبراز هذه المواهب الموجودة داخله. لكن لا يمكن أنك تعبي، لو نحن نستطيع أن نعبي لا عبينا الشارع لأصبح العدد الناس كلهم بالقيادة، ولكن هناك ناس عندهم استعدادات فطرية، فقط المجتمع هذا يجي يعمل على إيش؟ يعمل على يعني ابراز هذه التعديل. طيب غيره من غير الاخ معاذ؟ من معاذ؟ معاذ بس يا دكتور، يعني معنا اكبر دليل ان القياده فطريه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ولد قائدا يعني فطريا بالفطره. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قد هو الله تعالى قد اختاره وحي يا اخي الكريم، لكن اسامه بن زيد يعني في يعني نشأ في بين القيادة
معك كثير من الناس، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الأسرة، كم من هذه الأسرة خرج، من هذه الأسرة كم منهم خرجوا بدون قيادات؟ يعني مثلا عبد المطلب جده عبد المطلب مثلا ما استطاع الشق في وجه الأحباش، يعني ما استطاع الشق في الأمة، وبالتالي خرجه. هذا الموضوع لا يمكن احنا نقول انه ولادة بحتة، ان قلنا انه عنده نزعة، اما موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اختاره الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. مع ذلك يا دكتور الله تعالى غيره الأخت هذه ايش ديالنا ولا لا؟ الأخت هذا ايش ديالي؟ ايوه انا عندي نقطة، انا عندي اضافة يا دكتور اذا سمحت. مرة شفت محاضرة للدكتور أحمد عمارة ويقول فيها إنه أي طفل سبحان الله يخلق فيه القوة الكامنة لإدارة نفسه، يعني فهو الطفل إذا جينا نشوف الطفل يخرج من أمه على طول يرضع على طول، يعني مع السنين يبدأ يتكلم أول لغة أول كذا أول كذا، فهذا يدل على شيء، إنما يدل إنه الطفل أصلا يخرج بقوته. هذه قدرات يا حبيبتي، غيرها الأخ محمد. أيوة قدرات، فهو يدير مهاراته، هذه القدرات. لكن ليس دليل على أنه القائد يولد، يعني احنا قلنا القائد، مشان نكون واضحين، القائد مزيج ما بين الغرائز الفطرية التي ولدت فيه وما بين ايش وما بين الأشياء المكتسبة، مزيج من الاثنين. نحن لا ننكر موضوع الصفات الوراثية، لا ننكر، لكن بنفس الوقت لا ننكر أيضا الحاضنة الاجتماعية التي أكسبت هذا الذا وطرحت لهذا الطفل. أحيانا يكون في معانا ناس عندهم مواهب، يعني اليوم ياما ناس عندنا مواهب، لكن لن يجدوا البيئة التي يطبق فيها هذه المواهب. على العموم ما نخلص هكذا إلى أنه القيادة ليست موروثة بحتة وليست مكتسبة بحتة، وإنما هي مزيج بين الصفات الوراثية وما بين المهارات المكتسبة من الواقع. خالد صحيح دكتور، بالنسبة أضيف له أضيف على أنه لو فطرة كان ما فيش داعي أن القائد يتفرغ لسنوات عديدة عشان يكتسب معلومات في دول متقدمة في المكتسبات المعلومات، وهذا دليل قطعي انه لابد من اكتساب، لابد من جزء على اساس يعني المهم اخي الكريم انها ليست فطريه بحته ولا مكتسبه بحته. صحيح. ايوه نعم. نخلص من هذا الموضوع لانه لن نخرج الى، نعتذر للبقيه. طيب هناك اخلاقيات للقائد. بالنسبه للاخلاق، الأخلاق القيادية، أخلاق القيادة طبعاً هناك قسمين نبينها بالجدول التالي وهو واضح عندكم. أول حاجة الأخلاق المتعلقة بالصفات الشخصية، هناك أخلاق ملازمة شخصية، لا بد أن يكون بهذا الشخص يعني من الأخلاق، لا يعتبر أن يكون قائد وهو غير حكيم. أول صفة من هذه الصفات الملازمة الشخصية أنه لابد أن يتميز بإيش؟ بالحكمة، وبالتالي لا يستطيع أن يؤثر. مش إحنا قلنا أنه التأثير بالإقناع في بداية مع تعريف القيادة، هنا الإقناع، التأثير بالإقناع لا يمكن أن يستند إلى غير الحكمة. لابد أن يكون عند هذا الشخص القائد المؤهل للقيادة أن يكون عنده ماذا؟ أن يكون عنده صفة الحكمة، صفة الحلم، وهذه الصفة الحلم والحكمة هي التي تستطيع أن تكسب بها قلوب الآخرين، هي التي تستطيع أن تقنع بها الآخرين بالتوجه نحو أهدافهم. الشيء الثاني، الموضوع الثاني من الأخلاق، وهو موضوع الشجاعة. الجبان لا يمكن أن يكون قائداً، الجبان لا يمكن أن يكون قائداً، القائد هو الذي يتميز بالشجاعة، الإقدام، القول الحق، قول الحقيقة، لا يخشى اللوم. أما القائد الهزيل قالوا الأيادي المرتعشة لا تصلح للبناء. الجبان لا يمكن أن يكون قائدا. القيادة تحتاج واحد شجاع، تحتاج قائد شجاع، بحيث أنه يعني يستطيع أن يقود ويغامر
يعني في هذا الموضوع يحتاج إلى مغامرة، يحتاج إلى أنك تشق الطريق يعني بنفسك. فالجبان المرتعش الخائف المرتعد لا يصلح أبداً للقيادة. أما مواصفة الصدق، فالصدق هذه من أهم مواصفات القيادة، حيث أن الرائد لا يكذب أهله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن إلى أن قال: أيكون المؤمن كذابا؟ المؤمن لا يكون كذاب، والقائد أيضا لا يكون كذاب. من أهم ما يميز القادة هي موضوع الثقة المتبادلة ما بين القادة والمرؤوسين. الثقة هذه الذي يبنيها صدق القائد، الذي يبني الجدار السميك من الثقة هو صدق القائد. صدقه مع أفراده، صدقه مع نفسه، صدقه مع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي من هنا يستطيع القائد أن يكسب ثقة أفراده، يستطيع القائد أن يقود أفراده، وأن أفراده يكون يتمتعوا بثقة عالية بسبب إيش؟ بسبب الصدق. ثم أيضا من أهم هذه الصفات وهي صفة العفة والنزاهة. القائد العفيف والقائد النزيه هو الذي يكسب قلوب الآخرين. أما القائد الذي لا يتميز بهذه الصفة، بصفة العفة ولا بصفة النزاهة، تجد أن أفراده ينقتوه، لأنهم يشوفوا أنه عنده ضعف نفس. يعني عندما تجد أنه تمتد يده للسرقة، أنه دائما يعني يحب نفسه، دائما يعني أناني، هذه تخلى الأفراد يمقتوا هذا الشخص ويمقتوا هذا القائد، وبالتالي يفقد ثقته فيه. ثم أيضا من الصفات اللازمة، وهناك صفات كثيرة طبعا، من ضمن هذه الصفات برضو صفة العدل. عندما يرى الأتباع أو المرؤوسين أو الأفراد أو المجموعة المقودة الذي أنت تقودهم، عندما يروا أن هناك عدالة من القائد، عدالة في توزيع الأدوار، عدالة في توزيع الإمكانيات، عدالة في توزيع الوظائف، عدالة في توزيع، يستطيع أنه يكسب، يستطيع أنه يكسب يعني أفراده، ويستطيع أن يحقق بهم الأهداف. أما القائد الظالم يعني في الحقيقة لا نستطيع أن نقول أن نطلق عليه اسم قائد، وهو إيش؟ وهو ظالم. ربما يعني بعض الناس يسمي نفسه قائد ويسمي نفسه، لكنه قد يكون هذه القيادة ناتجة عن جبروت، ناتجة عن تسلط، ناتجة عن كذا. لكن القيادة التي نتحدث نحن عنها هي القيادة النابعة من التأثير بالإقناع، بالحكمة، بالحلم بين الأفراد. هذه هي الصفات الملازمة للشخصية. عفواً. بس يا دكتور، سمعت يعني محاضرة للشيخ طارق السويدان يعني عن القيادة، يعني يكون قايد حتى لو هو ظالم. ففرعون كان قايد في زمنه. أيضا في الآخرة، في الآخرة يقود أتباعه إلى النار، إذن قادهم، فإذن هو قايد. طبعا طبعا. أنت الآن كطالب جامعي، الأخوة أنا قلت لكم في البداية أن هناك المكتبة تزخر لطارق السويدان وغير طارق السويدان، لكن نحن عندما نكون في محاضرة عندنا طبعا ستجد أنت عندما تقرأ في جانب القيادة وفي جانب كذا ستقرأ اختلافات، لكن نحن هنا ما يهمنا هنا لب الموضوع. نحن نختصر المسألة هنا، إننا أن القائد، أنا قلت لك القائد التسلطي، القائد أنا مستعد أخرج لبرع وأعمل لي مجموعة أطقم، مجموعة عسكر ومجموعة دوشكا ومجموعة كذا، وأعمل نفسي قائد. لكن هل نحن نتكلم عن المدلول، عن مدلول القيادة الصحيحة، عن المهارات القيادية، كيف تكون قائدا؟ حتى قائد العصابة يسمى قائد، لكن هل هذه الذي ذكرتها أنت يعني ترقى إلى أن نحن نسميها قيادة نزيهة؟ هل هذا ما يعني ما هو فحوى من هذه المحاضرة ومن هذا الكتاب ومن تعليم الطالب أن يكون قائدا؟ لا، نحن الذي نريد أن يكون قائد يستطيع أن يؤثر ويقودهم بالإقناع، بدون تسلط، بدون تكليف رسمي، بدون يعني جبروت، بدون أي شيء. أما هذا
أنا حتى أنا أستطيع أقود أولادي وأفراد البيت حقي، أقودهم نعم اللي عصوا وقودهم يعني مشوا بعدين على كيفي، لكن عندما يكون الأب قائدا ومربيا بنفس الوقت يستطيع أن يقود أولاده بطريقة قيادية وبطريقة، وبالتالي تحصل أنه يعني موضوع هذا الموضوع شائك، أنه يعني فعلا فرعون قائد والحجاج قائد ويعني كم التاريخ يعني هتلر قائد، كلهم قادة يعني، لكن هل ليسوا القادة الذي نحن نريدهم؟ نحن نريد القائد الذي يستطيع أن يؤثر على أفراده. العطوه هناك يعني مثل ما هناك الفرعون، مثل هناك الحجاج، مثل ما هناك برضه هناك قيادة في التاريخ يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في التاريخ الحديث والقديم، هناك قيادة بارزة برزت بدون أي تسلط، بدون أي تكبر، بدون استخدام القوة، بدون استخدام أي شيء من هذا القبيل. مثل ما قلنا أن هناك صفات متعلقة بالشخصية القائد نفسه، برضه هناك أخلاق متعلقة بالتعامل فيما بين المرؤوسين، يعني الأخلاقيات المتعلقة بتعامل القائد مع المرؤوسين، وهذا الذي نحن نريده ونبحث عنه. نريد نبحث عن هذه الصفات، مثل ما بحثنا عن الصفات الشخصية هنا نريد أن نبحث عن الصفات المتعلقة، كيف يكون القائد ناجحاً؟ لن يكون القائد ناجحاً إلا بتطبيق هذه الأخلاق المتعلقة بالتعامل مع المرؤوسين. أول حاجة الإنصات للمرؤوسين. القائد الذي لا يستطيع أفراده أن يتفوهوا أو أن ينبسوا ببنت الشفة مثل ما يقال، هذا ليس قائد. لكن القائد هو الذي يستطيع المرؤوس، سواء يعني فرد، سواء مرأة، سواء ولد، سواء شباب، سواء طالب، سواء مدرس، سواء موظف، سواء عامل، حتى عامل النظافة، عامل شيء هذا، إذا استطاع القائد أنه ينصت للمرؤوسين فهذا هو القائد. بعض الناس يتصور أنه لن يكون قائد إلا إذا يعني تكبر، إذا تسلط، إذا استخدم القوة، إذا استخدم العنف، إذا استخدم كذا، لكن هذه ليست صفات قيادية، هذه ليست صفات قيادية، هذه الصفات سنأخذ نحن معنا في نهاية المحاضرة يعني في الجزء الشطر الثاني موضوع الـ يعني الأنماط القيادية، الأنماط والأساليب القيادية، وموضوع معكم في الكتاب يعني تفاصيل كثيرة. وبالتالي من ضمن هذه الأخلاق المهمة هي موضوع الإنصات للمرؤوسين، أيضا تفهم مشاعرهم، يعني عندما أنت تراعي مشاعر هذا المرؤوس معك أو الفرد أو الموظف أو من 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 تتحمل مسؤولية قيادته، أنت لابد أن تكون أن تفهم مشاعره أثناء الحزن حزن، وأثناء الفرح فرح، وأثناء ما أنه أنت توزع المهام وتوزع الوظائف، توزع المكاسب، توزع المغانم، توزع الأرباح، توزع لابد أن تراعي مشاعر هؤلاء. وبالتالي الفرد الذي يلاحظ على قائده أنه يلاحظ أنه يراعي مشاعره، أنت هنا تكسب ثقته، وكلما كسبت ثقته كلما أصبح هو أكثر تفاعل معك. كلما رأى الفرد أن قائده يعني مراعي له، يراعي مشاعره، يعني يحقق له مصالحه، يتابعه في أفراحه، يتابعه في أحزانه، يتابعه في كذا، أنت تكسب الكثير والكثير. أيضاً تشجيع ميولهم، وهذا ما قلنا من قبل، الأخ الذي يقول إنه يعني إنه الناس يدربوا كذا وكذا، أنت الآن هنا تشوف إنه هذا الموظف أو الفرد الذي شجعه، بعض الناس شجع ميوله مثلاً في جانب الدراسة، إذا تشوف إنه عنده إنه يمكن دراسة شجعه يدرس، خلوه يتأهل، خلوه يدرس بكالوريوس، خلوه يدرس ماجستير، خلوه يدرس دكتورة، خلوه يتعلم دورات، شوف ميوله لفين وشجعه. أيضا من ضمن هذه الصفات تقدير جهودهم، أحيانا بعض القادة واحد يشتغل 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 وبالتالي حتى ما يحصل كلمة شكر، ما يحصلش إنك تقول له شكرا، ما يحصلش إنك تراعه وتعمل له مثلا تأهيل، أنك تعمل له يعني مكافأة، يعني أقل حاجة قل له شكرا، أقل حاجة قل له شكرا. وبالتالي ضروري من تقدير جهودهم. أما بعض الناس أحياناً في قيادة أو في إدارة أو من يسمونهم يكون يكافئ الذي لا يعمل ويبخس الذي يعمل، وهذه ليست من الصفات القيادية. الصفات القيادية هي
عندنا قلنا إمدادهم بالمعلومات، تدريبهم وتنمية مواهبهم، إرشادهم إلى أحسن الطرق، مراعاة الفروق الفردية. وبالتالي نعطي فرصة إن شاء الله شوية، يعني حق 10 دقائق بينما نصلي، 10 دقائق نعود الساعة 3:43 إن شاء الله. قلنا أن القائد الحقيقي والقائد الناجح هو الذي يعطي كل ذي حقا حقه، لا يبخس أحد ولا يعطي لأحد إيش فوق ما يستحق، ولا يبخس أحد. الذي اشتغل والذي بذل جهد ينبغي أن يقدر جهوده، والذي لا يعمل ينبغي أن يتعامل ويشجعه يوجهه يرى أين المشكلة، أين العجز، لماذا لا يعمل، لماذا لا يشتغل. قد تكون عنده مشكلة، قد يكون في أشياء، قد يكون عاجز عن القيم، قد يكون عنده أشياء مش قادر يقولها. وبالتالي أنت إذا وزعت المسؤولية مثل ما قلنا في البداية أنها مسؤولية، أنها تحتاج إلى توزيع، أنت تستطيع أن توزع، وعند التوزيع ينبغي أن تكون هناك عدالة في التوزيع، وأيضا عدالة في الإيش، عدالة في تقدير الجهود. مثل ما توزع المهام ينبغي أن تكون تقدير الجهود وأن تكون المكافآت وأن تكون على حسب إيش، على حسب توزيع المهام الذي أنت أعطيتها إياهم في كما ذكرنا في البداية. أيضا تدريبهم، تنمية مواهبهم، إرشادهم إلى أحسن الطرق، مراعاة الفرق الفردية بينهم، دوام الصلة المستمرة بهم. القائد الذي يعمل نفسه في برج عاجي أو برج عالي في هذا ينقطع، يعمل بينه وبين حق المرؤوسين حجاب وحراس ولا يستطيع الوصول إليهم، ويغلق على نفسه داخل المكتب وقالوا له يا فوق الواتس يا فوق الفيسبوك يا كذا، والآخرين يشتغلوا ولا أحد يلفت لهم ولا أحد يقدر إليهم، لا يحضر أحزانهم ولا يحضر أفراحهم ولا يتابعهم. مثلاً قد يغيب، الأصل أنك تقول له ليش غاب، مثلاً مش من أجل الحساب لكن تطمئن، قل طمنا على صحتك، ليش غابت، ليش كذا. فهذه الأشياء هي من الأشياء من الأمور التي ينبغي على القائد أنه يتحلى بها ويكون دائماً متصل مع أفراده على هذا الشكل. أيضا تكريم المخلصين والناجحين والمبتكرين منهم، هي نفسها مثل تقدير الجهود، ولكن هنا أنت تعمل أمام الآخرين، تعمل يوم من الأيام تعمل تكريم، تعطوه شهادة خبرة، تعطوه شهادة تقدير، تعمل له باللوحة بالبروز، مثلا لوحة الشرف، تعمل له إشادة مثل ما يسموها كثير من هذا، يعملوها في تسمى لوحة الشرف أو غير ذلك. نأتي إلى الأنماط القيادية. طبعاً هناك عدة أساليب وعدة أنماط قيادية، وقد يكون عندكم مختلف التوصيف عندكم في الكتاب، لكن هنا موجود معنا بشكل مختصر، ثم ترجعوا للكتاب للأشياء التفصيلية. نحن هنا لا نستطيع أن نعطي كل ما في الكتاب، ولكن نحن نعطي رؤوس أقلام، نعطي مفردات، نعطي الأشياء الغامضة والمفهومة، لكن في الأخير الطالب وخاصة الطالب في الجامعة، الدراسة في الجامعة يا أخواه، الدراسة في الجامعة هي مكتبة وسيمينار. الطالب في الجامعة يغلب عليه الدراسة في الجامعة، تغلب أسلوب البحث على أسلوب التلقين، واضح؟ فبالتالي أنا أرجو أنه في موضوع المذاكرة في موضوع كذا تلزم الكتاب، لكن أثناء المحاضرة وأثناء النقاش استفد من المحاضر، ناقشه، خذ منه معلومات إضافية، خذ منه معلومات هذا، والذي ما أخذهاش معك في المحاضرة ارجع لها في الكتاب، وهكذا. هذه طبيعة الدراسة في الجامعة. أما الارتباط الحرفي، هذا ما يصلحش مع طالب الجامعة، أنك ترتبط حرفياً بالكتاب والمقرر، الله سنك توسع مداركك، تبحث. أنا أرى أنك ما ترتبط في الكتاب، ليش ترتبط في هذا الكتاب فقط؟ اقرأ كتب أخرى، كل ما حصلت شيء عن القيادة اقرأها، اقرأ، وبالتالي بتحصل أن كلها في الأخير كل الطرق تؤدي إلى مين؟ كل الطرق تؤدي إلى مكة مش إلى روما. إذن نقصد بالأنماط والأساليب القيادية، المقصود بالنمط أو الأسلوب القيادي هو منهج القائد أو الأسلوب الذي يمارسه القائد في أغلب الأحيان ويميزه عن غيره. وبالتالي تلاحظوا يا أخوة، تلاحظوا أحياناً أنه يكون هناك أكثر من تعريف،
ونحن يعني نختار تعريف واحد وانت مرضى تقرأ التعريف الأخرى، وعندما يطلب منك تعريف معين أنت معك التعريف الأقرب إلى يعني مخيلتك الذي تستطيع تحفظه. أنا ألاحظ أنه في الكتاب أكثر من تعريفه، بالتالي هذا عليك أن تختار بعدين التعريف المناسب، وكله مقبول، كله مقبول بالنسبة لي في الامتحانات. تصنف الأساليب حسب معيارين، هما المعيار الأول أسلوب القائد وطريقته. أنتم عندكم في الكتاب موضوع موجود في النظرية السلوكية والمنهج السلوكي، وأنا اختصرته هنا لكم، اختصرته في معيارين في موضوع القيادة، وأنتم عليكم أن تأخذوا البقية من الكتاب. المعيار الأول وهو أسلوب القائد وطريقته، وتنقسم إلى الذي عندكم في النظرية السلوكية، موجود عندكم في كتاب النظرية السلوكية. أول حاجة الأسلوب الاستبدادي أو الأستقراطي، هذا الأوتقراطي، هذا منهج استبدادي، منهج تسلطي. هذا له عدة خصائص، الخصيصة الأولى أنه تركز اهتمامها على شخصية القائد. في الأسلوب الاستبدادي القائد هو كل شيء من كل شيء، وبالتالي ظهر يعني هذه القاعدة، هم الذي يقول لك فرعون قائد، الحقيق قائد، كذا، لأنه مرتبط بالقائد، كل شيء من أجل القائد، كل شيء للقائد، الأرباح للقائد، والغنيمة للقائد، والأمر للقائد، والتوجيه للقائد، والآخرين ليس لهم إلا السمع والطاعة فقط. فهذا هو أسلوب إيش؟ أسلوب تسلطي، أسلوب استبدادي، أسلوب يعني غير مناسب للقائد الذي نطمح إليه أو القائد الذي نحن نريده. يمسك بجميع الأمور أو يعزل القائد نفسه عن الأفراد، يمسك بجميع الأمور دون أي تفويض، وهذه مشكلة أنه بعض الناس في أخوة في المؤسسات في الإدارات، بعض الناس يتصور أنه لو أعطى نائبه أو أعطى رئيس قسم أو أعطى ذا نوع من الصلاحيات، مثلاً غاب، لما يغيب مش شرط مثلاً معك أكثر من نائب، كل مرة فوض نائبك نائب آخر، مرة تقول لهم أنه أنا بفوض المرة هذه رئيس قسم، هذا إيش الذي يعطي؟ هذا يعطي أول حاجة أنه الناس تفاعل معك. الشيء الثاني أنك أنت تربي قيادات، تؤهل قيادات. شوفوا بعض الناس، بعض القادة، أنا دائماً أسميهم هكذا، أقول بعض الناس يعني يزرعوا بذور وبعض الناس يحفروا قبور، والفرق كبير بين هذا وذاك. الفرق يعني كبير بين أن يكون شخص يبذر بذور، وهذا أكيد يأتي ثمر، وبين الناس يحفر قبور. بعض الناس يجي معه أفراد ما شاء الله ورؤوسين ما شاء الله عليهم، لكن لا يستطيع تأهيلهم ولا يستطيع تشجيعهم ولا يستطيع أن يوجههم، وبالتالي كالذي يحفر لهم قبور. ليش؟ لأنه يعني دفنهم ما أهلهم ولا دربهم ولا أعطاهم يعني مميزات. فالأصل أنه فوض حتى وأنت في البيت، يوم من الأيام فوض، يوم تفوض هذا الولد، يوم تفوض هذا البنت، يوم تفوض هذا الولد الثاني، يوم تفوض المرأة، يوم تفوض، يعني عود نفسك على التفويض، أخلق أجواء قيادية. ها؟ تفضل يا أخي. من؟ ألو؟ يعني يختلق في البيت أجواء قيادية. نعم. ليش ما تفوضش ابنك؟ ليش يوم ما تفوضش بنتك مثلاً؟ أنا معي مثلاً مهمة معينة. ليش أنا اليوم هذه ما أقولش لهذا اللي يقول لي بنتي مثلاً اليوم يعني أنا معنا مهمة اليوم، المكلف بمتابعة هذا البنت الفلانية، الولد الفلاني، ليش ما أفوضهم؟ فوضهم، ربيهم على القيادة حتى لو أخطأوا. بعدين شوف، دائماً في حاجة في معانا في القيادة، في موضوع القيادة في معانا حاجتين وهي مهمة جداً، في حاجة اسمها التفويض وفي حاجة اسمها التمكين. إيش الفرق بين التفويض والتمكين؟ الفرق بين التفويض وبين التمكين يا إخوة أن التفويض، لاحظوا معي، ركز معي، التفويض أنه أنا أفوض أحد المرؤوسين أو أحد الأفراد معي، أفوضه في جزء من صلاحياتي، لاحظ، أفوضه في جزء من صلاحياتي، وفي نفس الوقت أتحمل إيش؟ أتحمل أخطأه أمام المسؤول عني. إذا أخطأ هذا المفوض، عندما يخطئ الأصل أنه إيش؟ الأصل أنه أنا أتحمل خطأه،
لاحظوا في التفويض. أما في التمكين، التمكين فهي إعطاء كامل الصلاحيات. في التفويض أعطي جزء، يعني أول حاجة جزء، الشيء الثاني إنه أنا أسحبه بأي وقت، يكون بوقت معين. أنا أفوضه لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة يومين، أفوضه في مهمة معينة، وبالتالي يسمح لي إن أنا أعود وأسحب إيش؟ وأسحب هذا التفويض منه. لكن في التمكين، الأمر مختلف تماماً. أنه أمكنه في هذه المهمة الوظيفية، أمكنه تمكين كامل، ولا عدد دخل في صلاحياته، ولا عدد أسحب هذا التمكين منه. لكن في حالة ما يخطئ، يتحمل هو الخطأ ولا يتحمله أنا. شفتم الفرق؟ ركزوا معي الفرق بين التفويض والتمكين. التفويض أفوض بجزء من الصلاحيات ولوقت معين وأتحمل مسؤولية خطأه. التمكين أمكنه من العمل تماما من كامل الصلاحيات، لا أتدخل في شؤونه، لا يحق لي أسحب منه التفويض، ولا أتحمل الأخطاء، بل هو قد أصبح قائد ويتحمل الخطأ هو من إيش؟ يتحمل الخطأ هو لنفسه. من ضمن هذه في الأسلوب الاستبدادي، من ضمن الأشياء يركز على كسب ولائهم وعدم وجود معارضة لسلوكه. تخيل معي، فقط يريد السمع والطاعة المطلقة، السمع والطاعة المطلقة، ولا يسمح لهم بكلمة لا، نعم 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 نعم. وهذا القائد الاستبدادي، هذا في الحقيقة لا يصنع قادة، وليس هو قائد، هو مش قائد، هذا ضعيف. القائد الضعيف هو الذي لا يسمح لأفراد يقولوا له لا. أما القائد القوي هو الذي يسمح لأفراد يقولوا له نعم ويقولوا له لا. القائد القوي هو الذي يفوض. القائد الضعيف لا يستطيع. بعض الناس، بعض مدراء المدارس، مدراء المؤسسات، مدراء كذا، حتى الختم يشلهم عور وروح البيت. حد يعني في نماذج في جانب في النماذج في جانب التفويض، جوانب يعني في جانب الإدارة، في جانب سيئة جدا، سيئة إلى حد كبير يعني. وبالتالي هو فقط تريد منهم السمع والطاعة المطلقة. دكتور، بس تكون أحيان عدم تجاوزات، يعني تجاوزات الرتب، تكون أحيان كلمة لا ما يتقبل من الفرد، يعني يكون تعاملك تدريجيا، أو ما تكون تجاوزات، تكون بطريقة أنه بدون تجاوزات بطريقة مباشرة تكون صعبة على القائد، صحيح؟ صحيح. هو الأصل أنه كلها معايير تكون مضبوطة، يعني مضبوطة بالأدب، بالأخلاق، مضبوطة أيضا أنه شوف في المقابل إذا أنت تسمح له يقول لك لا لا، وتسمح له يتعدى على صلاحياتك، هذا قد هو ضعف بأسلوب آخر أو بطريقة أخرى، ضعف آخر برضه من نوع آخر. لكن نحن نتكلم عن القائد الذي يعطي الصلاحيات، يعطي كذا، ويسمح لهذا الفرد أنه يقول نعم ويقول لا في حدود الانضباط وحدود الأدب وفي حدود الممكن. وهذا يعني أنت تستطيع تقدر هل هذا الكلام صح أو غير صحيح، تقدر تناقشه تقول له لا أنت غلطان في هذا الجانب، الموضوع واحد من ثلاثة. وبالتالي يا أخوة، في موضوع القيادة، في موضوع حاجة مهمة جدا جدا، هل القائد الحقيقي هو الذي يقود الجماهير، أم أنه الذي يتبع الجماهير في مطالبهم؟ من هو القائد الحقيقي؟ بعض الناس الذي يتبع الجماهير في مطالبهم. هذا ليس قائد، مع احترامي. القائد المؤثر في الجماعة. نعم، القائد الذي يوجه ويؤثر ويستطيع. شوف أحيانا الجمهور يا أختي، الجمهور أحيانا ما تقدرش ترضوه، يكون طموحه أكثر، طموحه أبعد. لكن القائد الحقيقي هو الذي يستطيع يلجم هذا، يحجم هذا الطموح، مش يحجمه ويلغوه، لا، يوجهه. كيف نحن نقول نحن صحيح، نحن نريد نريد نريد، لكن برضه الأشياء هذه أحيانا تكون مطالب مستحيلة وصعبة. مثلا لما يجي لك الطالب مثلا في الجامعة مطالب تعجيزية، مطالب تعجيزية، القائد هو الذي يستطيع يرشد هذه المطالب. والله لاحظوا معي، القائد هو الذي يستطيع يرشد هذه المطالب ويقود الجماهير نحو تحقيق الهدف بأقل جهد وتكلفة. أما القائد الذي يجي، بعد الجماهير، هذا الذي يركب الموجة، هذا مش قائد فقط، هذا حصل له مثلا يعني مطبل في الإعلام وكذا وكذا، فجاء ركب الموجة حق الجمهور ويطالب مثل ما طلب. لكن القائد الحقيقي هو الذي يوجه الجمهور
ويمشي ويمشي بهم بالاتجاه الصحيح. يوزع المهام دكتور، يوزع أحيانا توزيع المهام، توزيع المهام بيكون ممتاز للقائد. جدا جدا، ومن هنا يكون يكمن نجاح القائد هو في توزيع المهام وفي الإقناع والتأثير. أن هذا الجمهور اليوم مثلا يكون أنا طالب مثلا يقول والله يعني ضروري من توفير كذا ومن توفير كذا، لكن في الحقيقة أنا أرى أن الجامعة المؤسسة المنظمة الذي أنا أشتغل فيها مش قادرة، وبالتالي رئيس الاتحاد، رئيس النقابة، الموظفين، القائد هذا هو الذي يستطيع يرشد هذه المطالب ويستطيع يعمل توازن ما بين مطالب الجمهور، ما بين مطالب الموظفين، ما بين من؟ ما بين قيادة المؤسسة على حسب عقم. والله أنتم الجانب الذي ممكن نفتعله واحد اثنين ثلاثة، والجانب الذي الجمهور يطالب به ونحن ما نقدر نعمل واحد ثلاثة، وبالتالي هذا نؤجله، يستطيع أنه يقنع يقنع الجمهور بطريقة. أما الذي يركب الموجة هذا بعد الجمهور بعد الجمهور بعدين بالأخير لا حقق شيء، ولا الجمهور وصلوا لطموحاتهم، بل فشلهم وأوقعهم في منتصف الطريق. الأسلوب أو أسلوب القائد أو الأسلوب الثاني، إحنا قلنا الأسلوب الأول الأسلوب الاستبدادي أو الأوتوقراطي أو الاستبدادي. الأسلوب الثاني هو الأسلوب التشاركي. من خصائص هذا الأسلوب، طبعا هذه النظرية التشاركية، مشاركة المعلومات يا دكتور أو كيف؟ ها؟ يعني مشاركة المعلومات أو الأهداف أو ماذا؟ ما نشرح لك إيش معنى التشاركي. تركز اهتمامها عكس هذا، تركز اهتمامها على مجموعة المرؤوسين. أنا أشاركهم مش في المعلومات، أنا أشاركهم في الإدارة، أشاركهم في التخطيط. مثلاً أنا لما أنا أعمل الخطة لمؤسستي، أنا هنا عميد كلية، عندما أعمل خطة للكلية، أنا رئيس جامعة أعمل خطة للجامعة، أنا مدير منظمة ومدير مؤسسة أعمل خطة للمنظمة. أنا عندما أشارك موظفين حقي أخليهم يشاركون في وضع الخطة، في وضع الرؤية، في وضع الرسالة، في وضع الأهداف، في وضع الخطط التنفيذية. أشاركهم أنا في إعداد هذه الخطة وفي إعداد هذه الاستراتيجية. إيش الذي يحصل بعدين؟ أنا عندما أنزل لهم هذه الخطة، أنا عندما أنزل لهم هذه الاستراتيجية لتنفيذها، إيش الذي يحصل؟ يحصل تفاعل من قبل المرؤوسين، لأنهم يشعروا أنهم هم الذي يعملوا الخطة، ويبعث فيهم روح التحدي أنه نحن الذي عملنا الخطة ونحن الذي ينبغي علينا إيش؟ أن نحن ننفذ هذه الخطة، علينا أن ننفذ هذه الخطة، لأنه نحن الذي أعددناها، نحن الذي أعددنا هذه الخطة، وبالتالي يبعث فيهم روح الحماس. أما عندما أنا أعطيهم خطة، أنزلهم الورقة أقول لهم لو سمحت نفذ. طيب أنت تنفذ، أنت تقول لي نفذ، هل استشرتنا؟ أنا أحيانا قد أكون أنا مختص، قد أكون أنا برئيس قسم، قد أكون كذا. أنت عملت لي خطة، أنت بدون قراءة للأرقام، بدون قراءة للوضع القاسي، بدون وضع، يعني أنت بس عمل خطة فقط. أحياناً بعض الناس، بعض القادة وبعض إدارة كذا، يعمل نسخ لقص، يدخل للنت يعمل مثلاً خطة استراتيجية لمنظمة كذا، نزلها من النت، غير أسماء حق المنظمة وقال لأفراد ونفذوا. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. هذا ستجد أن أفرادك في هذه الناحية لا يمكن أن يتعاونوا معك، لا يمكن أن تجد أي تعاون بهذا، لأنه أنت يعني فرضت على هذا الخطة فرض. لكن عندما تشاركهم، عندما تستشيرهم، تقول له تعال يا أخي أنا أريد الآن أعمل رؤية، اعمل لهم عصف ذهني، قل لهم ما هي رؤية المؤسسة، وابحث اعمل. والله ستجد أفكار، أن أحيانا المدير القائد يجد أفكار بين أفراده والله لا يجدها حتى في الكتب، لا يجدها حتى في الكتب. وأنا قبل يومين أقرأ قصة أنه أحد مدير المؤسسات الذي كان يعمل في علوب في الصابون، أنه استدعى يعني خبراء أنه الزبائن حقهم يشتكوا أنه بعض العلم حق الصابون هذا تجي فارغة. راح يستدعى خبراء أنه بحيث أنهم يعملوا له حساسات ومقسات كاملات كذا، أنه بحيث كيف أنه يرضي الزبائن حقه. أقى واحد قال له كم 100,000 دولار، أقى واحد قال له جيب لي 100 دولار وجيب لي مروحه. ايش قال له تفضل هذه 100 دولار فعلا راح قبل مروحه الهواء وطرحها امام خط الانتاج، شغل المروحه، كان الكيس الفاضي ايش يسوي؟ المروحه تشلها برا، ودي كان ب 100 دولار شوف كيف كان. من هنا ياتي اهميه الاسلوب التشاركي. اما انك تجيب الخطه وتقول له نفذها،
ربما تحصل على عناد منه، ربما تحصل على نوع من العناد، لكن عندما يشعر هذا الموظف، يشعر هذا المرؤوس، يشعر هذا الفرد أنه شاركك في وضع الخطة، شاركك في وضع الرؤية، شاركك في وضع الرسالة، وضع الأهداف، وضع الخطة التشغيلية، تبعد فيه بالروح ويشتغل غصبا عنه، يقول لك هذه خطتي، ما دام وأنا عملتها وسجلتها بيدي أنا لابد أن إيش، أن يعني أجاهد نفسي حتى أحقق منها الحد الكبير، وهنا تنجح، تنجح هذه الخطة، يتحمل مسؤولية تنفيذها. ها؟ يعني يتحمل مسؤولية تنفيذ الخطة. نعم، لأنه شارك فيها. بعكس لما تجي تقول لي هذه الخطة نفذها وأنت نزلتها من النت عملت لها نص خلص، اللهم غيرت الأسلوب من الشركة الفلانية إلى الشركة الفلانية، بس غيرت الاسم. هنا يكون الموضوع يعني ليس فيه تحليل بيئي الداخلي الخارجي. طبعا كما أنتم ربما تلاحظوا في موضوع التخطيط الاستراتيجي، إذا حصلنا فرصة في عبر عافية إن شاء الله يعني في جانب التخطيط الشخصي ستعرفون يعني كثير من في جانب الخطة، في وضع الخطة الاستراتيجية. يكون القائد التشاركي، إذا من خصائصها أنه يركز اهتمامها على مجموعة المرؤوسين، بعكس هذا يركز على شخصية القائد. هنا يكون القائد التشاركي عضوا في الفريق ويشعر الآخرين بذلك، يتلقى أفكارهم ومقترحاتهم وينظر إليها بالتقدير والاحترام. عندما يجي واحد، حتى شوف القائد الناجح هو حتى عندما يعمل عصف ذهني، صدقت كل واحد يدلو بدلوه، صدقت واحد يعمل مقترحات متقدمة، واحد يأتي بمقترحات متواضعة. القائد الناجح هو الذي حتى يشجع هذا العضو الذي قابله مقترح متواضع، شجعه قل له أيوة فقط، يعني بأسلوب بطريقة معينة، لا تسخر منه ولا تصدأ منه، قل له طور بأسلوب معين كذا، شجعه، ادهف معه، حاول يعني تتقبل رأيه حتى لو هو ضعيف، تقبل رأيه حتى لو هو ضعيف، عادي، إيش المشكلة يعني. أخيرا يهتم بالأشخاص لكسب رضاهم ورفع روحهم المعنوية وبالنتائج معا. شوف يعني في فرق، هو كان يعني ما نشتري الآن ندخل في موضوع النظريات، النظرية العلمية، كان في نظريات الذي كانوا يشتغلوا في المناجم وكان تكثر على الموظفين يعني المشاكل ويعني يغبطوهم، كانت الشركة تربح أرباح خيالية بينما الموظفين يموتوا جوع وليس لهم اهتمام. فجاءت هذه تسمى النظرية العلمية، جاءت نظرية أخرى مغاير لها واسمها النظرية ليش؟ اسمها النظرية الإنسانية. هذه النظرية الإنسانية جاءت على غرار النظرية العلمية، اهتمت بالإنسان. الأولى كانت تهتم بالإنتاج على حساب الإنسان، النظرية الإنسانية جاءت تهتم بالإنسان على حساب إيش؟ على حساب الإنتاج. لكن جاءت النظرية التشاركية، جاءت يعني عملت عملية توازن بين الاهتمام بالإنسان من خلال الاهتمام بالسلامة، الجانب الصحي، جوانب الرواتب، الحوافز، المكافآت إلى غير ذلك، وبنفس الوقت تهتم بإيش؟ بالإنتاج، وحسن توازن. اليوم يعني الناس وصلوا إلى نظرية في حاجة نظرية زيادة، نظرية سيجما سيكس، نظرية كذا، يعني النظرية زيادة هذه يسموها في اليابان نظرية العائلة، بحيث أنه صاحب الشركة يتعامل مع المتقاعدين، يتعامل معهم وكأنهم موظفين موجودين، مش إلا في الجانب الراتب التقاعدي، ما بين وقت آخر إما يشاركهم في الأفراح، إما يشاركهم في الأحزان، بين الوقت والآخر يروح يجيب هدية، يشل معه مجموعة من الموظفين حقه، يقول لهم نروح نزور الموظف المتقاعد الذي كان معنا شخص ماذا تقاعد قبل كم سنة. وبالتالي تخيل بالله عليك، أنت عندما تشل معك مجموعة من الموظفين تروح تزور الموظف المتقاعد، إيش الذي بيحصل؟ أكيد أن الموظفين الذي شليتهم معك وينظروا كيف تعاملت مع الموظف المتقاعد بيقول لك أنا يوم من الأيام سأتقاعد وسيتعامل مع الشركة هذه، سيتعامل معي بهذه الطريقة، وبالتالي يعود إلى الشركة ويعمل بجهد أكبر، وبالتالي سموها نظرية العائلة، أي أن المؤسسة هذه ملكنا نحن، عائلتنا، هذه المؤسسة حقنا، لأنه حصل أمامك أنه في اهتمام بالمرؤوس، يقول لك والله أنا يوم من الأيام بتقاعد أكيد، وبالتالي ضروري هذه الشركة إيش؟ ضروري هذه الشركة تستمر، ضروري هذه تتطور، ضروري يحصل يعني لها فائدة، من شان أنا لما أتقاعد أيضا يكون الأولوية للوظائف لأولادهم بعد تقاعدهم، يعني في أشياء كثيرة تعطي رسائل إيجابية للأفراد، تعطي رسائل إيجابية للموظفين الموجودين معك، تعطي رسائل يعني غير عادية للأفراد.
هذا بالنسبة للأسلوب الأسلوب التشاركي. هناك أسلوب آخر أساس مصدر السلطة ينقسم إلى قسمين. أول حاجة القيادة الرسمية، هناك قيادة رسمية وهي المستمدة من الوظيفة الرسمية حسب المركز الوظيفي، ومن خصائصها يلتزم بممارسة لمهامه وفق الخرائط الرسمية التي تحكم الجهة التي يقودها. له الحق في إصدار الأوامر والتوجيهات والتعليمات، أيضا له القدرة على فرض الطاعة على المرؤوسين ولحملهم. إذن هناك مصدر على أساس السلطة، قلنا مركز السلطة له أسلوب الأسلوب الاستقرار الاستبدادي، والأول الذي هو أخذنا كمساليب ربشتنا الوقت هذه، الأسلوب الاستبدادي، الأسلوب التشاركي، الأسلوب الثالث شو؟ الأسلوب المتساهل أو الأسلوب الترسلي يسمى، أو الأسلوب المتسيب. ستجد كل كتاب أو كل مرجع يقول لك على أنه يعني له اسم معين. هذا الأسلوب المتساهل يركز اهتمامه على المرؤوس وإطلاق حريته بالعمل، يغالي في استخدام الديمقراطية، يترك كل شيء للمشرفين تحت سلطته، بينما يلزم الحياد إزاء المواقف التي تحتاج إلى حزم، غير قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الحاسمة، يركز على الأشخاص أكثر مما يركز على النتائج، يريد إرضاء دائما، يريد إرضاء من؟ إرضاء الأفراد، إرضاء الأشخاص. أظهرت الأبحاث أن القيادي الذي يعتمد أساليب القيادة التشاركية يملك حظوظا أكبر للنجاح، لأنه يركز على الأشخاص والأداء بشكل متساوي وفي معظم الأوقات. هذا هو المعيار الأول في معيار أنماط القيادة. المعيار الثاني وهو معيار مصدر السلطة، من أين مصدر السلطة؟ وهذا المصدر السلطة هو الفرق بين القائد وبين الإداري. القيادة الرسمية تعتمد على التكليفات، مثل ما قلنا أنه شخص مكلف من قبل قيادة يعني أعلى منه، وبالتالي كل ما يصدر منه يعتبر رسمي. لكن هناك قيادة أخرى أو معنى آخر هو يعني القيادة غير الرسمية، وهذا هو ما يسمى بالقائد الناجح، لأنه قيادته مستمدة، ليست مكلف بتكليف رسمي ولا بتكليف يعني بخطاب رسمي ولا بقرارات رسمية ولا بقرارات جمهورية، إنما جاء مصدره من فين؟ من الجمهور، مثل رئيس اتحاد الطلاب، مثل رئيس نقابة الموظفين، مثل الذي ينجح في الانتخابات البلدية، بالانتخابات النيابية، بالانتخابات، هذا كله يعتبروا قيادة مجتمعية، لأنه لم يأتي بتكليف، وإنما جاء من خلال إيش؟ من خلال وقاهته، من خلال معرفته بالناس، ومن خلال تفاعله مع الجمهور، وبالتالي حصل على إيش؟ حصل على حبهم واختيارهم له لقيادته في عمل معين أو في مؤسسة معينة. طيب نأتي إلى الفرق بين القيادة والإدارة. الحديث عن القيادة قديم التاريخ، وهذا نكرره من بداية الحديث، أن موضوع القيادة كلفظ يعني قديم التاريخ من الأزل، ويخلط الكثيرون بين مصطلحي القيادة والإدارة ويعتبرونها وجهان لعملة واحدة، لكن المصطلحين مختلفين تماما في الحقيقة. فالقائد يمكن أن يكون مديرا، أما المدير ليس يكون قائد، وبالتالي يعني قالوا أن يعني كل قائد مدير وليس إيش، وليس كل مدير قائد. للتمييز بين القيادة والإدارة نقول أن الإدارة معنية بالحاضر، أما القيادة فتعني بماذا؟ القيادة تعني بالتغيير، تعني بالمستقبل، تعني يعني بتغيير إلى الأفضل. أما الإدارة يعني الإدارة تنفذ ما يطلب منها المسؤولون الأعلى منها، واحد زائد واحد يساوي اثنين. يعني أنا معي إدارة، أنا مكلف بأشياء طلبتها مني الإدارة المسؤولة عني، أنا أنفذها بغض النظر عن طريقة عن الأسلوب، أنا أريدها تتنفذ مثل ما هي، يهتم بهذا اللي يهتم بالجانب الرسمي، يهتم بيش. أما القائد فهو اللي يخطط، يعني يوجه القائد، يعني ليس مش معه أحد يعني يجيب الأفكار، لكن هو الذي يستطيع أن يختار الأفكار الذي يستطيع يقود بها من يقود بها الآخرين. فالقائد يجب أن يحدث تغييرات في البناء والتنظيم من منظور السلطة والنفوذ. أما رجل الإدارة فهو يمارس سلطته بحكم مركزه ووظيفته التي تستمد مشروعيتها من القانون وقواعد التنظيم. واضح من أين يستمد مشروعيته؟ يستمد مشروعيته من القرار الإداري الذي جاء
مكلفا به بإدارة مؤسسة ما من ضمن الفروق بين الإدارة والتفرق بين المفهومين. معنا هذا الجدول القيادة والإدارة. تركز القيادة على ثلاث عمليات رئيسة، على ثلاث عمليات رئيسة. بعض الأخوة يقول لي ليش مش رئيسية؟ يعني هذا في جانب، في جانب اللغة، رئيسة وليس رئيسية، هذا صحيح. تركز القيادة على ثلاث عمليات رئيسة، هي تحديد الاتجاه والرؤية. شوف، القائد هو الذي يحدد رؤية المستقبل، يحدد التوجه، حشد القوى تحت هذه الرؤية، يحدد رؤيته ثم يحشد القوى ويحشد الأفراد ويوجههم نحن تحت هذه الرؤية المستقبلية، ثم التحفيز وشحن الهمم. لكن بالمقابل تركز الإدارة على أربع عمليات رئيسة، هي التخطيط، التنظيم، التوجيه والإشراف، الرقابة والمتابعة. هذا جانب الإدارة. تركز القيادة على العاطفة، بينما تركز الإدارة على المنطق. المنطق، الإدارة عندهم 1+1=2، لكن القيادة تؤثر على العاطفة، تؤثر على مشاعر الناس، تراعي الآخرين، تراعي الإدارة. يريد تقارير، يريد كتابة تقارير، يريد إنجازات، يريد أشياء، بغض النظر عن علاقته بالآخرين، علاقة الناس، مشاعرهم، عن يعني مدى رضاهم، مدى ولائهم، ما يهمه. أهم حاجة إنه إيش؟ أنه كتب التقرير أنه نفذ كذا وكذا، من شان يرفعه للإدارة التي أعلى منه، من شان ترضى من، من شان ترضى عليه. ثم من ضمن الفروق أن القيادة تهتم بالكليات، اختيار العمل الصحيح. أنا يهمنا كيف أنجح، كيف أصل للعمل الصحيح. قد يقول واحد والله يا دكتور أنت يعني مثل ما تقولنا الغاية تبرر الوسيلة، أنه ممكن أنا أصل لحاجتي عبر عدة وسائل قد تكون غير مشروعة. هذا الكلام غير موجود. نحن نتكلم عن القيادة الناجحة وليس عن القيادة عن غير عن تلك القيادة أو الذي يصلوا لأهدافهم بطرق غير مشروعة. طبعاً مشان نكون الكلام واضح. أما الإدارة تهتم بالجزئيات والتفاصيل، اختيار الطريقة الصحيحة للعمل. هو عنده تقارير، يقول لك يجيب لك تقرير، يجيب لك جدول، يقول لك املي لي هذا الجدول بأعمال كذا وكذا بإنجازات. لكن أهم حاجة عند القائد إنه أنا وصلت للنتيجة، وصلت للهدف، وبالتالي يختصروا، أحيانا يختصروا المسافات. بينما الإدارة لأنها تغرق بالتفاصيل والجزئيات، وبالتالي لأنها تريد اختيار الطريقة الصحيحة للعمل، وهذا يعني أحيانا يراكم الأعمال وأحيانا يؤخر إنجاز أو الوصول للهدف الذي أنت تريده. هناك نقاط مشتركة، طبعا عدة نقاط مشتركة بين الإدارة والقيادة. الإدارة والقيادة تشتركان في تحديد الهدف وخلق الجو المناسب لتحقيقه، ثم التأكد من إنجاز المطلوب وفقاً لمعايير وأسس معينة. كل واحد بطريقته، القائد له طريقته في الوصول إلى الهدف، والإداري مثل ما قلنا له طريقته في الوصول إلى الهدف. هناك عدة خصائص رئيسة بين القيادة والإدارة. هنا الخصيصة على اليمين والإدارة والقيادة هنا بهذا الجدول. هذا الجدول معكم إن شاء الله، ستكون هذه المحاضرة محفوظة لديكم إن شاء الله وتراجعوها. كما يعني الخصيصة، أول حاجة الوظيفة، الإدارة، الوظائف الإدارية التي هي التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة والإشراف. القيادة بالنسبة للوظيفة اختيار الاتجاه الاستراتيجي والرؤية. دائما القائد ينظر لمن ينظر للمستقبل. من ضمن الخصائص مصدر السلطة. في الإدارة مصدرها رسمي، قرارة رسمية، قرار التكليف. أما في القيادة هو غير رسمي، وإنما جاء بناتج بطريقة شخصية عن طريق الإقناع وعن طريق التأثير على الأفراد. التركيز في الإدارة تركز على المواد، بينما القيادة تركز على العاملين، تهتم بالمرؤوسية، الجانب الإنساني عندها أكبر. الأسلوب، هنا الإدارة بالأهداف وهنا الإدارة بالعاطفة. المكانة ثابتة بالتعيين، يعني على ما كلفك وعلى معينة. أما هنا مرنة ومكتسبة، لأنها ما بين يعني مرتبطة ما بين القائد وما بين أفراده وبين بالنسبة للغرض، الاحتفاظ بالاستقرار. وبالنسبة للقيادة، التغيير والتطور. الخدمة، الوضع الراهن، بينما القيادة تهتم بالوضع المستقبلي.
نستنتج من ذلك من الفرق بين الإدارة والقيادة، نستنتج الآتي: نستنتج أن القيادة نشاط ومسؤولية وليست وظيفة. شوف، القيادة مش وظيفة، الإدارة هي وظيفة، أما القيادة هو نشاط مسؤولية حراك مجتمعي، نشاط يعني بين المجتمع بين المرؤوسين بين الأفراد، ومن ثم فهي عملية مستمرة وليست منصبا إداريا، ليست منصبا إداريا. فالقيادة كالأنشطة الأخرى بالمنظمة أو داخل المنظمة. الخلاصة مما مضى، نحن عرقنا لمن فاته يعني هذه جزء من الملاحظة، نحن مررنا بالمواضيع التالية: مفهوم تنمية المهارات القيادية، مفهوم الإدارة وأهم عناصرها، خصائص الإدارة، مفهوم القيادة وأهم عناصرها، أهمية القيادة، أساليب القيادة وأنماطها، أخلاقيات القائد، والفرق بين القيادة والإدارة. وكل قائد يجب أن يتميز بصفات أو مهارات تساعده على التأثير في سلوك تابعي. هل في شيء في ال نطرح وقت لكم ولا شيء؟ نعم يا دكتور. باقي معنا 7 دقائق خلينا المناقشة. شاكرين ومقدرين جهودك يا دكتور، يعطيك العافية. نعم، هذه يعني إذا في شيء سؤال تفضلوا، معنا 5 دقائق نطرحها لكم، إذا كان في سؤال، إذا كان شيء استفسار ولا شيء. عندي نقطة يا دكتور، ممكن توضح لنا وين الفهم وين الحفظ، ولا ما في كله حفظ مثلا اللي أخذنا؟ بالنسبة أنا دائما أركز على الفهم، لكن موضوع الامتحانات يا أختي، موضوع الامتحانات مرتبطة بإدارة هذه اللقاءات، لأن الامتحانات مركزية، وبالتالي أنا لا أستطيع أقول لك اعملي كذا وصلحي كذا وعمل كذا، لأنه الامتحانات هي مركزية، فبالتالي أي استفسارات حول المحذوف ما محذوف هذا الجانب ممكن تتفضلوا مع إدارة اللقاء، هم الآن موجودين معنا وممكن تتراسلوا بهم عبر كذا، لأنه ما أستطيع أن أجيب لك أشياء وبالأخير تتفاجئي أنه الامتحان أقع شيء. لكن أنا طلابي هنا في الجامعة، في جامعة العلوم، أنا أتفاهم معهم لأنه أنا أضع لهم الامتحانات وأنا الذي يصحح. فهذا الموضوع يعني لابد أنه تتواصلوا مع إدارة اللقاءات. نشكر الجميع، نشكر الطلبة والطالبات، نشكر إدارة اللقاء، نشكر إدارة الجامعة، ولنا لقاء إن شاء الله يعني في مهارة الاتصال يوم غدا إن شاء الله. Thank you.